صباح الفل واهلا بالجميع. يا ترى ايه اهم الاخبار اللي اهتم المصريين انهم يبحثوا عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، لانها دايما بتكون الترمومتر كده زي ما بنقول. ترتيب هذه الاخبار معانا دلوقتي ونناقشها مع حضراتكم ونتابعها. بداية كده، من امبارح وفي اسم بيتكرر على السوشيال ميديا، وهو اسم الاعلامية القديرة ملاك اسماعيل، اللي بكل اسف رحلت امبارح متاثره باصابتها بفيروس كورونا. طبعا ملك اسماعيل اصيبت بكورونا في يمكن في شهر فبراير اللي فات، وللاسف اثر على الكلى، اثر على الرئه بشكل واضح وادى الى وفاتها. والحقيقه انه الفتره الاخيره كان نجلها طلب مساعده لنقل والدته لمستشفى لمتابعه حالتها الصحيه، وبالفعل حصل واستجاب له سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم نقلها لمستشفى كوبري القبة العسكري، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة هناك. 30 سنة من العمل المتواصل في المجال الإعلامي، هو تاريخ الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل رحمة الله عليها، قدمت خلالها يمكن برامج كتيرة جدا بارزة في مصبيرو. سريعا كده نفتكر لها دائرة الضوء، فرصة العمر كان آخر برامجها، سلوكيات وعلى الطريق، ويمكن كمان ملك إسماعيل أخذت مناصب كثيرة، منها رئيس القناة الأولى، مستشار ونائب رئيس التلفزيون، وطبعا في كل أحوال بنقدم كل التعازي لذويها ومحبيها رحمة الله عليها. طيب، اسم كمان بيتكرر في جوجل المرة دي، وهو خاص بالصحفي الكبير عباس طرابيلي. ايضا هو كمان توفى متاثر كمان باصابته بفيروس كورونا امبارح الجمعه، عن عمر 85 عام. الاصابه بالفيروس كانت من 10 ايام، وانتقل لمستشفى العزل في الشيخ زايد، حالته تدهورت طبعا بشكل سريع وكبير جدا. والحقيقه ان وزاره الدوله للاعلام عملت نعي للصحفي الكبير، والحقيقه كان كاتب ومؤرخ مصري وله عمود دائم في المصري يوم الوفد، وكان رئيس تحرير لجريدة الوفد، احنا بنتكلم سنة 98، له الكثير من الكتب التاريخية اللي يمكن هدفها الأول أو العنوان الأول ليها هو تنوير العقل المصري وإعادة تعريف الشعب المصري بتاريخه. طيب، ننتقل لمكان آخر وفي كمان ترند، ونروح لتويتر واللي هنلاقي فيه اسم دينا داش اللي لسه مكملة سيطرة على الترند في كل مكان. هنلاقي الاسم واضح جدا المرة دي علشان صورها في شهر العسل. خلصنا فيديوهات الفرح، خلصنا رقصاتها الشهيرة مع صحابها اللي كل الناس قاعدوا يعملوا مقارنات بين فرحها وبين أفراح ناس تانيين، وإن يومها كان مميز، وفي ناس في النص بقى في وسط كل ده دخلوا يسألوا هي مين دينا داش أصلا. لكن في كل الأحوال احنا كنا تابعنا مع حضراتكم في فقرات كتير خلال الأيام اللي فاتت حكايات كتير عن دينا داش. خليني كمان أقول لكم المرة دي إنه البنات والشباب رافعين شعار واحد على السوشيال ميديا بسبب دينا داش، وهو كفاية كده يا دينا، احنا مستحملين حياتنا بالعافية، كفاية صور. طبعا ده على سبيل الهزار، احنا كنا لهم السعادة في كل الأحوال. أخيرا خلينا بس نتابع معاكم ترند خاص بالتعليم النهاردة، يعني بعد أفكار كتير بالمناسبة شفناها وتابعناها خلال الفترة الأخيرة. اليوم السابع كان متواجد في الشوارع والمدارس ورصد وجود الطلاب بكثافة الحقيقة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني. خلينا كمان نقول إنه وزارة التربية والتعليم أكدت إنه الدراسة في المدرسة اختياري، يعني لن يتم تطبيق الغياب على الطلاب في الفصل الدراسي الثاني بسبب فيروس كورونا. كمان كان في حرص من المدارس على تطبيق الإجراءات الكاملة الاحترازية، وتم قياس حرارة الطلبة خلال دخولهم المدرسة، وإلزام الكل بارتداء الكمامة وإجراءات التباعد. كمان طابور الصباح كان فيه مراسم تحية العلم والسلام الجمهوري، ويعني اليوم كمل بشكل طبيعي جدا. نتمنى طبعا فصل دراسي هادئ ويعدي بسلام على كل الطلاب وأولياء الأمور. في ترند كده خاص بالنجم عمرو دياب، امبارح كان له حفل وكان مميز طبعا كالعاده، وكان فيه ناس كتير حضراه. طبعا عمرو دياب مش محتاجين نتكلم عنه، يعني النجم الاول في الوطن العربي، وعشان كده اي خبر يخصه مهما كان بسيط بيكون عليه جدل وكلام كتير جدا. في لحظه كده يعني سقط على المسرح امبارح وهو بيغني، هي تصدرت الترندز على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم ان هو موقف ممكن يحصل لاي حد. عمرو دياب تعرض للسقوط على المسرح اثناء احياء حفل غنائي زي ما قلت لحضراتكم،
والناس تتداول الفيديو اللي حصل في لحظة السقوط يعني، وكان تقريبا بيغني أغنية يا أنا يا لأ، ثم حصلت السقطة وبعد كده طمن جمهوره بأن هو عادي يعني. هي دي كانت آخر ترند معانا، هنشكركم شكرا جزيلا على المتابعة، لكن النهاردة السبت عندنا كتير نقدمه من تلفزيون اليوم السابع، خريطة برمجية وفقرات وتغطيات مهمة جدا على كل المستويات، خليكم معنا، شكرا متابعة.